أكد وزير التربية ناجي جلول أن العودة المدرسية ستكون في 14 من سبتمبر المقبل، ووعد الوزير خلال اجتماع إخباري في ولاية تطاوين في إطار شهر المدرسة، وعد أن تكون السنة المدرسية القادمة سنة ممتازة بتوفير الوسائل الملائمة فضلا عن المرافق الضرورية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لعموم المدارس. العودة المدرسية مش تصير في ظروف ممتازة وتصير في 14 سبتمبر، ومش تصير في مؤسسات نظيفة ومدهونة ومليقة ومصانة وبطواول جدد، وستكون عودة مدرسية استثنائية تذكرنا بشبابي. اتفقنا في برشا حوايج، بذلت بعض المفاوضات ان شاء الله نوصلوا الحلول. انا مقتنع نوصلوا الحلول. اليوم ثم في تونس وضع خاص، وهو وضع تعرفوه، اذا بعد عمليه سوسه وضع اقتصادي صعب. الاتحاد العام لتونس الشغل الا ساهم في بناء الدوله الوطنيه، وساهم في اسقاط ديكتاتوريه، وساهم في الحوار الوطني وانقاذ الدوله التونسيه. يظهر لي ما واش مش يكون عنصر اذا جذب الى القدامه.